أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو الأربعاء الموافق 12/1453 من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، المقابل 2052 الشهر السادس اليوم الخامس من ميلاد النبي عيسى عليه السلام. أولا أخواتي المشاهدون، أحييكم وأهنئكم بحلول عيد الفطر المبارك، سواء في الدول التي كان عيدها بالأمس أو اليوم. والحقيقة أن في ظل هذه التكنولوجيا أو التقنية، بأن لا عذر لهذه الدول والدويلات أن تعيد في زمنين مختلفين، لأن الأقمار الصناعية والمعلومات متاحة، بحيث أنها يظهر القمر أو الهلال فيها بوضوح. يوم العيد، عيد يعني أن يعود، فكل مناسبة تعود عليك اسمها عيد. قد يكون هناك عيد سيء، يعني وقت شؤم، تكون تحت رقة الاستبداد مثلا، ويعود عليك وأنت لا تزال في قبضة هذا الشاكل أو هذا القيد، فهو عيد، لكن عيد سوء. وفي عيد مرح، والعيد الفطر وعيد الأضحى هي عيد مرح، رغم ما هناك من أحوال سيئة، لأن هذه هي تمثل كونك مسلم، فكونك مسلم كل يوم لك عيد، يعني إذا صح العيد، إذا صح الكلام، وهذا كونك مسلم. لكن إذا لست مسلما فليست لك هذه الأعياد. حتى الناس غير المسلمين بمفهوم القرآن أو بمفهومنا، فلهم أعياد ولهم انتصارات، ومن حقهم أن يفعلوا ذلك. ليلة القدر، الناس هناك لغط حول ليلة القدر، ويقولونها في 27 وفي 25 من رمضان، وهذا والحقيقة ليس هذه هي الذي بمفهوم الإسلام. مع ليلة القدر نزل فيها القرآن، وهذه ليلة وانتهت. تكون في أي ليلة من السنة، ليلة القدر كانت مثلا في رمضان ونزل القرآن وانتهت هذه الليلة. فبقي أن كل شخص في هذا الكون له ليلة القدر، يقدر فيها أن يتوب إلى الله، وأن يستقيم، وأن يتخلص من الاستبداد بأي إشكاله، أو يموت شهيدا. فهذه ليلة القدر له، عندما يقرر أنه يعيش حرا أو يستشهد، وأنه لا يظلم الناس ويكون في طريق صحيح، فإن هذه هي ليلة قدره التي قدر فيها له الخير. أما ما نراه في كل رمضان من الدعاء، وفي ليلة قالوا أنها 27 وأنها 25، هذه ليلة ذهبت، هي ليلة واحدة. ما قال ليالي القدر، ما قال الله إن أنزلناه في ليالي القدر، ما قال في ليلة القدر، ليلة وانتهت. وهذه هي انتهت الليلة هذه، وبقي يعني سميلتها لا أو شبه لا، أنها ليلتك عندما تكون في حالة من النتاق والحرية، وانت
وأن لا تظلم الناس وأن تمشي كما يرضي الله وأن تتوب من الجرائم الأخلاقية واللا أخلاقية وكل الجرائم يعني تتوب منها. مما نراه من الدعاء والثقاء بعض الناس في صلواتهم في معابدهم فيما يسمى بليلة القدر، واللهم انصرنا وانصر انصرك على من؟ إذا أنت ما تصنع شيء لا تصنع شيء أنت ينصرك على من؟ ينصرك على الذين صنعوا لك طيارات وحراثات ونت وثلاجات وفريزرات والطب، ينصرك عليهم عشان تدمرهم؟ بعض الثغاء أو الغثاء، هذا بعض الأدلة زي رغاء الحيوانات يرددون كلب بغاوات ولا يفهمون ما يقول. ولا تعتقد أن الإله سينصرك على هذه الأمم التي تصنع التي تقوم العدل والتي صنعت كل شيء. أخي أنا أتكلم معكم الحين ولم أصنع شيء، ثوبي ونظارتي وهذا الجهاز الذي أمامي كل شيء صنعه الغرب والشرق. ثم نقول اللهم انصرنا عليهم، اللهم شتت شملهم. يا أخي الله لا يكون على كيفك، الله سبحانه وتعالى عادل ما يلبي، لأنه لا استجاب الله هذا الدعاء التي دمرت البشرية. أخي من الذي يصنع الطائرات والمسافر الفضائية والطب أشكاله؟ هذا الحفنة من البشر في هذا الكوكب الذين أصبحوا على البشرية ويريدون يدمرون أي حضارة، حتى هذه الأصنام اللي يقولون أصنام ليش تدمرها؟ هذه آثار يا أخي، ما عبدها الرسول، دمر أصنام كانت يعني تعبد عند الكعبة ودمرها عندما دمر يعني أصحاب الذين دمروها لأنها كانت تعبد وهدم الأصنام في قلوب الناس. أما أثار بوذا في أفغانستان خلوا العبد، أنت كسرت في أفغانستان يبنون بوذا هناك في أو الهرم ذا اللي في ذا شو اسمه هذا في مصر أبو الهول أو أبو. هذا نحت ما تدمر الأهرامات هي في مقابل فرعونية، ما هذا الأفهام؟ هذا ليس الإسلام، هذا دين سني دين شيعي دين صوفي، هذه الأديان التي تتكلم عن هذا الشيء. هذه آثار حضارات تدمرها، سبحان الله العظيم، حضارات في العراق وفي الشام وفي البيرو وفي نيكاراغوا الأرجنتين وفي كل مكان وفي أفريقيا، بحكم أفريقيا هي منبع الإنسان الهوموسيبيل. طبعا نظرية التطور هي لا تناقض القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى يخلق بأشكال، الله يقول يزيد في الخلق ما شاء، خلقكم أطوارا ما شتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هاتك ناس نظرية التطور غلط، لا يخلق طفلة جينية وصرت إنسان، الله خلق إنسان كن فيكون، خلق بطريقة، خلق إنسان آخر بطريقة التطور، خلق أشياء، كيف تحدى الله في الخلق؟ المسيح يخلق من الطين كاية الطير بأمر الله يصير طير، الله يعني ما هذا الفهم الخاطئة. على كل حال لا أريد أن أطيل، لكن أحببت في هذا اليوم أن يعني أشارك أخواني في الإنسانية وفي العقيدة وفي الإسلام، أن أقول لهم كل سنة وأنتم طيبون بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونسأل الله أن نكون هدى مهتدون وأن نكون كما يحب الله ويرضى، وأن نخلص من هذه الحياة شهداء لله أبرارا مغفورا ذنبنا، ولا نأذي أحد ولا نظلم أحد. هذا وأحب أنبه على حاجة مهمة جدا، أن الزمن يمشي، فكاتش ذا تايم، أمسك الزمن واستفد، استفد في العلم، شيء أغلى شيء ومتاح لك، سبحان الله أغلى شيء ومتاح له العلم، في أشياء ما متاحة لكل إنسان من مناصب فانية وحطام أو أشياء من هذه، لكن العلم 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 العلم. حتى ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.